السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلفزيون بانوسينيك 21 بوصة. التلفزيون تم إصلاحه وتم تعديل مكنة جديدة، يعني تعديل شاشة جديد. شاشة جديد والتلفزيون اشتغل زي الفل. حاليا التلفزيون شغال زي الفل، ولكن بعد ما بدلت الشاشة عامل لي خط اسود في الجنب اليمين وخط اسود في الجنب الشمال 2 سنتي و3 سنتي من الجنبين، والفولت تمام على 110 فولت، وانا مش حابب ازود الفولت عشان باور اللاين واللاين يخرب بالعجل. بحاول اسلم التلفزيون للزبون على هذا الوضع مش عاجبه، بيقول لي امال انا عامل مكنة جديدة علشان ايه؟ فانا هحاول احل مشكلة الخطين الاسود اللي على الجنب اليمين والجنب الشمال، هعدل في الشاشة تابع التعديل. بعد ما عدلت مكنة جديدة حاولت اظبط من المقاومات عشان امسح الخطين اللي على الجنب الشمال وعلى الجنب اليمين، مفيش نتيجة. فانا هحاول اعمل تعديل في الشاشة علشان يتحل الشاشة كاملة. هتحكم في بفات الهوريزونتال، هنا 3 بفات، حاول ألغي البفة اللي حجمها صغير، ألغي البفة ونشوف النتيجة. في الوقت الحالي الشاشة خط أسود من الجنب الشمال وخط أسود من الجنب اليمين، ألغي البفة ونشوف النتيجة. اقفل عليه، قفلت. ده المكشف اللي لغيته. بعد ما لغيت المكشف من مكانه هشغل ونشوف النتيجة مع بعض. هوصل بعد ما خلعت البفر من مكانها جابت معايا نتيجة كويسة، الشاشة فتحت كاملة. باقي 1 ملي بس على الجنب اليمين، هحاول اشيلها من البوت شوية. حاليا بتحكم في المقاومة المتغيرة، شاشة كاملة بإذن الله، شاشة كاملة طبيعية، مفيش أي خط في الجنب ولا